إذا هذا أحد الطواقم الطبية التي نقلت حقيقة الرويدة مجموعة الأطفال. يعني مشهد مؤلم بطبيعة الحال، وصول عدد من الأطفال فادي المصابين إلى مستشفى خليل سليمان. إذا تحدثت إلى مسعف يقول بأن هناك صعوبة كبيرة بالوصول إلى المصابين في مناطق الاشتباكات بسبب تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية خلال اقتحامه، وأيضا بسبب تعرضه أيضا للطواقم الطبية والصحفية. منذ صباح هذا اليوم تمنع سيارات الإسعاف من الوصول بسهولة إلى مناطق الاشتباك. رويدة أيضا اسمحي لي أن أستدير بالكاميرا، لأن هناك أيضا مصابين ونساء للأسف الشديد يصلوا هنا بحالة مزرية. يعني المشهد ليس سهلا رويدة في هذه التغطية، أن يشاهد الشخص نساء وأطفال يصلوا هنا بحالة هلع وخوف، وكذلك يعني منهم من هو جرحى. ليس سهلا هذا المشهد، يعني للأسف الشديد أشبه بترحيل جديد. بعضهم يحمل حقائب استطاع أن يحملها من هذا المشهد. لن أنقل هذه الصورة، لأن الشرف المهني يقول بأن الحالة التي نشاهدها الآن مباشرة هي مزرية للأسف الشديد. نساء وأطفال بحالة هلع وخوف شديدين. نحن نتحدث عن مواطنين فلسطينيين ما زالوا في هذا الموقع يصلون إلى المستشفى، وبالتأكيد كل شخص هناك أيضا. يعني نلتف بالصورة محمود، نأخذ الصورة من هذه الزاوية. هناك نساء تصل، يعني هناك نساء للأسف الشديد يصلون إلى هذا الموقع، وأطفال كذلك. إذا يتم التعرف